السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد التي نناقش فيها تباين وجهات النظر داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة حول اللقاء بالوزير الأمين العام للرئاسة ومستقبل ذلك على المنتدى. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ محمد الأمين الفاضل قيادي في المنتدى، الأستاذ مصطفى محمد محمود كاتب صحفي. أهلا بكما طيبين الكريمين. أستاذ محمد الأمين، لو بدأنا بالسؤال المتعلق بتضارب الأنباء خلال اليومين الماضيين في الاتصال الأخير الذي أجراه الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي محمد العوف برئيس المنتدى أحمد سالم البحبيني، ما الذي دار في هذا الاتصال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. هذا الاتصال أعتقد نشر بعده بيان من اللجنة الإعلامية للمنتدى يقول بأنه لم يحدث أي رد رسمي على لكن بيان رد على شيء، لكنه ليس تفصيل لما ورد في اللقاء. المهم أنه حتى الآن لم يحدث أي رد من طرف الحكومة على 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 الوثيقة، لا قبول ولا لا بقبول تقديم الرد الكتابي ولا بالرفض. حتى الان وثيقة لم يحدث المميزات. مواد الميدان، حتى الان لم يحدث اي شيء من هذا القبيل. كل ما يحدث انه قد يحدث اتصال جانبي او لقاءات جانبيه بين اشخاص ويحدث حديث من هذا النوع، لكن لا تتعلق بالوثيقة. الى الان لم يحدث اي اتصال يتعلق بالوثيقه. الحكومه سلمت لها، اتصل بها الرئيس الدولي منذ ايام وما زال ينتظر الرد. حتى الان ينتظر الرد والحكومه لم ترد بشكل رسمي حتى الان. والمنتدى عندما يصله الرد سيعقد اما ندوه او مؤتمر صحفي وسط البيان بانه استلم الرد ويقول ويتحدث عن فحوى هذا الرد. الى الان لم يحدث اي رد. لكن حتى نفهم اكثر، كل الاتصالات التي جرت من قبل الوزير الامين العام للرئاسه بينه وبين رئيس المنتدى لا تتعلق بالمؤهدات، إذا هي تتعلق بماذا؟ المؤهدات، وثيقة المؤهدات هي أبرز ورقة الآن ينتظر المنتدى الرد عليها. آخر اتصال اتصل وحدث ذلك اللقاء الذي سمعتم به، كانت هناك تقريبا كان لقاء إيجابي. حاولت الحكومة أن تعرض أن يكون الرد الكتابي داخل وثيقة تسمى مذكرة تفاهم، هي مذكرة تفاهم لا تتحدث فقط عن الممهدات بل تتحدث عن أمور أخرى تتعلق بالحوار. عندما تم رفضها من المنتدى، عندما تم إيصال هذا العرض إلى أقطاب المنتدى تم رفض هذا العرض وطلب المنتدى أو قال بأنه يفضل أن يكون هناك رد مستقل على وثيقة الممهدات وبعد ذلك يتم إعداد مذكرة. تم إيصال هذه الرسالة إلى الوزير الأمين العام للرئاسة وحتى الآن لم يصلنا أي رد رسمي إلى غاية اليوم. نعم. أستاذ محمد محمود، هل تعتقد أن النظام يرفض فعليا أو هو يستمر في رفضه إلى ما لا نهاية الرد المكتوب على وثيقة الممهدات؟ شكرا جزيلا، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، شكرا لقناة المرابطون، سعيد بلقائي مع أخي وزميلي محمد الأمين. أنا في اعتقادي بأننا يجب أن ننظر إلى المشهد بنقطتين جوهريتين. الأولى نفهم أو نستخلص من كل هذه الأحداث أن المنتدى، يعني منتدى الوحدة والديمقراطية، ليست لديه استراتيجية بمفهوم استراتيجية حقيقية، وإنما هي مصالح. هذه المصالح تتوقف عند رؤية كل حزب لمصلحته وليس مصلحة كتلة اسمها كتلة المنتدى والوحدة التي تشكلت. بمعنى أن ما حدث في المنتدى أخيرا يثبت بدون شك أن المنتدى لا يعتمد أو ليست لديه استراتيجية حقيقية، بمعنى أن الأحزاب التي لم تستجب بعد مشاورات وبعد جلسات لم تستجب بأن تلتقي الجانب الآخر، وبالتالي ذهبت قيادات المنتدى للقاء الأمين العام للرئاسة. هذا يبرهن أن المنتدى في حد ذاته لم يكن
على قلب رجل واحد. نعم، هذا واضح بالنسبة للمبتدأ. بالنسبة للحكومة أو النظام، هل تعتقد أنها مستمرة في الرفض البات للرد المكتوب على وثيقة الممهدة؟ شوف، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن ما يجري في داخل النظام، لكن من خلال ما يظهر من القراءة خلال وحسب القرائن. ما يظهر بأن الرئيس وبأن كل أعضاء الحكومة، يعني رئيس الحزب والوزير الأول والقياديين في النظام، يقولون في كل مؤتمراتهم الصحفية وحتى على لسان رأس النظام بأن الحوار مسألة مطلوبة ويدهم ممدودة للحوار. لكن في اعتقادي بأن المسألة هذا ليست، أيضا المعارضة تقوله، أقصد الممهدات، هل يرفضها النظام كما ترى؟ لا، أنا في اعتقادي بأن حسب وجهة نظري أن النظام أقرب إلى ما يسمى بمذكرة التفاهم، وليست توقيع على ممهدات الحوار. لكن هناك هذه أيضا يرفضها المنتدى. لا 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 أدري، على أي حال الكل يرفض أشياء، والجانب الآخر يرفض أشياء. لكن دعنا ننظر من زاوية أخرى، دعنا ننظر، هل البلاد بحاجة إلى الحوار؟ هل الوطن بحاجة إلى الحوار؟ الكل متفق على أنها بحاجة أيوة، إليه، والكل الكل، لا بد أن تكون هناك تنازلات مؤلمة من كلا الجانبين، لكن لا بد أن تكون هناك تنازلات مؤلمة من كلا الجانبين، من النظام ومن المعارضة. ولكن أنا باعتقادي بأن المنتدى حتى إذا ذهب إلى الحوار، الأحزاب التي التقت بالطرف الآخر، أعتقد أنه ستبقى المسألة منقوصة شيئا ما داخل المنتدى، لأن هناك من ينظر إلى المنتدى بأن المنتدى أصبح على وشك، لا أقول التفكك حتى لا أرعب الجميع، لكن أقول عدم الثقة داخل المنتدى. ما كنا نتحدث عنه وفي هذا البرنامج وعلى قناة المرابطون، ها هو يحدث داخل المنتدى. هناك نعم، أزمة وصلت ثقة، الفكرة، سوف أعود إليك. هناك أزمة ثقة داخل المنتدى. وصلت الفكرة، سوف أعود إليك أستاذ محمد الأمين. المنتدى كما يرى أستاذ محمد محمود، مصطفى محمد محمود، لا يمتلك استراتيجية، هناك تباين في وجهات النظر حتى منذ تأسيسه. هل تعتقد الشيء نفسه؟ لا أعتقد، لأني من الذين شاركوا في إعداد استراتيجية المنتدى منذ، أعتقد لدي عام، منذ عام تقريبا في أكتوبر الماضي. المنتدى عد استراتيجية وحتى الآن هي ناجحة، وسأقول لك أين نجحت. ثلاث مسائل مهمة حققها المنتدى في هذه الفترة، وقليل من الناس من يتوقف عندها. ماهي؟ المسألة الأولى التي حققها هو أنه أفرغ المجالس البلدي، المجالس الموجودة حالا، من قيمتها. أصبح الكل يقول بأن هناك ضرورة لإعادة انتخابات هذه الانتخابات التي لم يشارك فيها المنتدى إلا باستثناء حزب واحد. هذه المجالس أصبح الكل على يقين بأنها يجب أن تحد، ويجب أن تكون انتخابات تشريعية. هذه حققها المنتدى. المسألة الثانية التي حققها في هذا المجال وهي في غاية الأهمية، أنه جعل هذه الأزمة أزمة ناطقة. اليوم أصبح كل مواطن موريتاني يحس بأن هناك أزمة سياسية حقيقية. حتى الحكومة بعض الأحيان أصبح بعض قادتها وبعض الوزراء يعترفون ضمنيا بأن هناك أزمة. هذه أيضا حققها المنتدى. المسألة الثالثة التي حققها المنتدى وهي ضمن استراتيجياتي، أن كل هذه الحوارات التي سبقت لم يعد أحد يتحدث عنها. حوار 7 سبتمبر، مشاورات 7 سبتمبر، الحوارات التي قبل ذلك لم يعد أحد يتحدث عنها ولم يعطيها قيمة. اليوم يتأكد الجميع بأنه حوار بغياب المنتدى لا يعني أي حوار، ولا أحد يثق في هذا الحوار. هذه مسائل ثلاثة حققها المنتدى، بل أنه حقق أكثر من ذلك. أربك السلطة في الانتخابات الرئاسية. نحن دائما، المنتدى قطع الانتخابات الرئاسية بكامله، ونظم مسيرة تعتبر هي أضخم مسيرة شهدتها موريتانيا في كل تاريخها، مسيرة 4 يوليو. هذه الانتخابات الرئاسية وضعت الحكومة أمام إشكالية. هي أولا حاولت أن تزكي الرئيس إيراء السيد بلامة، وحاولت أن تزكيه وتجاوزت من أجل أن يترشح وينافسها. بعد الانتخابات اضطرت أن تسجنه.
فهي ارتبكت قبل الانتخابات وارتبكت بعد الانتخابات الرئاسية. كل هذا يدخل ضمن الاستراتيجية التي حددها المنتدى، وهي استراتيجية حتى الآن ناجحة. فيما يخص أن المنتدى هناك عدم ثقة وكذا وكذا، أنا أقول بأن المنتدى هو أول شكل، أول نمط من هذا التكتلات يحدث في تاريخ موريتانيا. أنت تجمع أربع أقطاب: قطب سياسي، قطب نقابي، قطب مجتمع مدني، وقطب شخصيات مستقلة. سوف نناقش هذه القضية المتعلقة بداخل المنتدى. توجه قليلا إلى أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، المنتدى قال إنه يرفض مقترح النظام بهذه الوثيقة المشتركة، وفي الوقت نفسه النظام يرفض الرد المكتوب على وثيقة المؤهدات. بين هذا الرفض من الطرف المنتدى والرفض من طرف النظام أو الحكومة، إلى أين تتجه الأمور؟ شكرا. أنا في اعتقادي بأن ما يتحدث عنه الأخ محمد لمين، نحن موريتانيين لكن باختصار نعرف. ونتجاوز نعم نعم إلى الإجابة إلى حتى السؤال. حتى أجيب على عن هذا السؤال. أعتقد بأن كل ما تطرق إليه في هذه الفقرة، في اعتقادي بأنه كلام خلينا نقوله سياسي. نحن نبقى نعرف عمق والجوهر اللي فيه الآن النظام وفيه المعارضة. كل يتحمل مسؤوليته من الأزمة، إن كانت هناك أزمة تعيشها. نعم، وصلت الفكرة. بالنسبة للسؤال، هل تضيع الحقيقة بين رفض المنتدى للوثيقة المشتركة الموقعة بينه وبين النظام، التي هي مقترح من النظام، وبين رد امتناع النظام عن الرد المكتوب على وثيقة الممهدات الصادرة عن المنتدى؟ شوف، أنا عندنا التصريحات اللي سمعنا من الشخصيات اللي متولية هذه الملفات. هناك المنتدى يقول إن النظام يرفض الرد على الرسالة المكتوبة. النظام أو الممسكين بملف الحوار من طرف النظام هم مستعدون لأي شيء من أجل هذا الحوار. وبالنسبة للطرف الآخر ليس مستعدا؟ أي طرف؟ المنتدى الطرف الثاني. يقال إنه مستعد، لأنه مستعد. إذن هم كلهم يقول إنه مستعد. قضية الاستعداد ليست صفة خاصة بأحد هذه الطرفين. المشكلة هنا، هذه هي المشكلة. المشكلة عندك عندما ترتقي من كل من طرف النظام وطرف المنتدى، الكل يقول نحن مستعدين للحوار. لكن الحوار المطلوب هو شنو؟ هذا هو السؤال المطروح الكبير. شنو الحوار المطلوب؟ هل الحوار اللي يدور المنتدى شنو؟ هل الحوار اللي دور قدموا ممهدات؟ هل الحوار اللي دور حتى لا حتى ان المنتدى داخله ما متفق الا ممهدات؟ خلينا نكون صريحين. لا، هم اتفقوا على ممهدات واصدروها. اذا لم يكونوا متفقين، المهم انها صادرت عن المنتدى الطريقة والكل يتمسك بها. الطريقه اللي صدرت هي عن 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 المنتدى، والطريقه اللي وصلت بها النظام، على الاقل ليس هناك اعتراض من المنتدى داخل المنتدى على هذه الوثيقه. يعني هي صادره عن المنتدى وتمثله. هو وقع المنتدى ضرك، ما يدور قضيه المنتدى، يدور قضيه رد رسالة مكتوبة على الممهدات. على الممهدات. لكن كانت هناك أيضا مسألة مذكرة تفاهم. احنا عندنا مسألتين يخططوا لنا في مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم رسالة هي مكتوبة. مقترح من النظام ومرفوضة من المنتدى، ووثيقة الممهدات صادرة عن المنتدى ويرفض النظام الرد المكتوب عليها. إذا ضاعت بين هذا الرفض ضاعت هنا هنا في هذه الحلقة ضاعت القضية. هنا ضاعت القضية من طرف النظام، وضاعت القضية من طرف المنتدى. إذا الحوار مطلوب شنو؟ يعني النظام ما يخفض الجناح ولا يتنازل، المنتدى لا يخفض الجناح ولا يتنازل. إذن الحوار، أين الحوار؟ وصلت الفكرة. إذن تعتقد أن كل الطرفين ملزم بأن يتنازل حتى لابد من التنازلات. نعم. والتنازلات لابد أن تكون مؤلمة جدا من أجل يكون هناك حوار. والحوار، عندما نقول الحوار، اسمح لي هنا نشرح فكرة عندي دائما نشرحها سوف عجالة عجالة عجالة. الحوار عندما نقول الحوار الجميع يسعى للحوار. نعم. الشعب الموريتاني يريد الحوار، النظام يريد الحوار، المنتدى يريد الحوار. لكن نحن لا نتحدث عن حوار أشخاص، نحن نتحدث عن حوار مصير أمة، مصير بلد. هذه القضية نين كلها يتبنى ذي الفكرة. نعم، نعم. أعتقد بأن سيجدون الحل لا شك. نعم. أستاذ محمد الأمين، قبل قليل أشرت إلى أن المنتدى لديه استراتيجية وأنه حقق نجاحات، ذكرت منها هذه النجاحات النقاط الثلاثة المتعلقة بأنه أفرغ المجالس المنتخب من محتواها، أصبح الكل يعتبر أنها يعني ناقصة لأنه لم يشارك فيها، وكذلك الانتخابات. لكن على الأرض
هذه الأمور ليست لها انعكاسات على أرض الواقع، الأمور تسير، الانتخابات تم تنظيمها، المجالس التي تقولون إنها أفرغت من محتواها هي الآن تسير عملها، البرلمان الآن هو يصادق على مشاريع القوانين يقوم بدوره، الانتخابات اكتملت، شارك فيها من شارك وصدرت نتائجها. بعد الفاصل نعود للإجابة، مشاهدينا قصير ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لمتابعة هذا النقاش الذي نناقش هنا تباين وجهات النظر داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة حول اللقاء بالوزير الأمين العام للرئاسة ومخرجات هذا اللقاء. عودة إلى ضيفينا الكريمين الأستاذ محمد الأمين أولي الفضل والأستاذ مصطفى محمد محمود. أستاذ محمد الأمين، سألتك قبل قليل عن هذه المسائل الثلاثة التي وصفتها بأنها نتائج حققها المنتدى، لكن عمليا وعلى أرض الواقع الناس ترى عكس ذلك، ترى أنها هذه إذا كانت نتائج ونجاحات هي لم تؤثر، الانتخابات نظمت، البرلمان يقوم بدوره الآن. هي هذه المجالس قد تستمر لسنتين أو ثلاثة، قد تستمر إلى عدة سنوات، لكن الدور المطلوب منها لم تحققه ولن تحققه بهذا الشكل. أنت عندك أيضا مثلا، أنا سأعطيك مثال، هناك مجلس، هناك وسيط الجمهورية يأخذ ميزانية سنوية، ولكن ماذا أدى وسيط الجمهورية من خدمات نسمع باسمه يوم رفع العلم الوطني او شيء من هذا القبيل؟ هناك مجلس اقتصادي واجتماعي، هناك مجلس اعلى تطلب منه استشاره في بعض الاحيان خلال 5 سنوات مره واحده، وفي بعض الاحيان تنتهي الماموريه دون ان يستشار. وهذه المجالس التي هي مجالس شكليه تجميليه عندما لا تؤدي دورها، سياني كانت موجوده وحل او تم حلها، المهم انها عاجزه وغير قادره على ان تؤدي المهمه التي انيطت بها. وعندما تعجز اذا هناك ازمه. حالا الكل يشعر بأن كل هذه المجالس، كل هذه الأمور لا تسير وفقا. نحن عندنا أهم مؤسسة انبثقت عن هذه الانتخابات هي مؤسسة المعارضة الموريتانية. زعيم المعارضة حتى الرئيس لا يستقبله، حتى الرئيس يرفض أن يشركه في حوار 7 سبتمبر، يرفض أن يوجه له دعوة، وهذا وهو يوجه دعوة لأحزاب مجهرية لا ومنظمات وأشياء شخصيات، وفي بعض الأحيان قد لا يكون مقبول أن تحضر لمثل هذه اللقاءات. عندك مؤسسة المعارضة مثلا، مؤسسة المعارضة الدستورية هي تتشكل أعتقد من 4 أحزاب، حزب معارض لا يعترف بها أو لم يشارك بها حزب التحالف، 3 أحزاب أو 4 أحزاب فقط. هذا يعني ان هناك نقص، يعني ان هناك خلل ما في هذه المجالس. ايضا من الاخطاء، انت عندما تقوم الدوله بكل مقدراتها، بكل مؤسساتها، المجلس الدستوري، الحزب الحاكم، النواب، حتى الاموال يدفع لمرشح رئاسي ويحتل الرتبه الثانيه وبعد ذلك يسجن، انت الان المرشح الثاني والذي حصل على النتائج الرتبه الثانيه في الانتخابات الرئاسيه هو الان في السجن، هو نعم. الناس لا تعرف لماذا وزكي ولا تعرف ايضا لماذا تم نعم سجنه. واضح، اذا هناك خلل كبير. الخلل الاكبر من كل هذا والذي لا بد من الشير اليه بشكل سريع هو ان هذه الانتخابات غاب فيها الخطاب السياسي، وكان البديل هو خطاب قبلي، خطاب عرقي، خطاب شرائحي، وهذا نعم. ندفع نعم ثمنه واضح. اليوم وسندفع ثمنه نعم مستقبلا. اذا هذه المؤسسات نتيجه الدستورية. لغياب السياسي، إذن هذه نتيجه لغياب الاحزاب السياسيه استبدلنا بقبائل بشرائح بكذا. واضح، قلت إذن ان هذه المؤسسات الدستوريه وهذه المجالس المنتخبه لم تؤدي دورها او لم تنجح فيه ولم تكن مؤهله لذلك، المنتدى هل حقق دوره وهل نجح في مساعي؟ المنتدى حقق اشياء واخفق في امور اخرى، وهذا يحتل به المنتدى، وهناك دائما جلسات لمناقشه، لكن المنتدى حقق اعتقد 4 اشياء في غايه الاهميه.
أولا أنه استطاع أن يجمع هذا الطيف الكبير الغير المتجانس وأن يسيره لعام ونصف دون أن يحدث نعم، الشقاق، دون أن يحدث. لكن أهدافه ليست في وحدته وتماسكه، أهدافه هي في هو قوة معارضة للنظام، تنتقد النظام، تريد أن تغير هذه النظام، هل نجح في ذلك؟ أما أن يتماسك هذا ليس بالضرورة أن يعد نجاح. لا، الهدف الأول عنده أن يخلق توازن مع السلطة. نحن لدينا سلطة في العالم الثالث تستغل كل ما لدى الدولة من أموال، من ترغيب، من ترهيب، من وزراء، من حكومة، من كامكة، تستغل هذا. المنتدى أولا يعمل من أجل خلق كتلة قادرة على أن تتوازن، أن تخلق توازنا مع السلطة. نحن لا ننسى بأننا في بلد متخلف في العالم الثالث، في ديمقراطية مزيفة، نعم. السلطة تتحكم في كل الأمور، السلطة لديها كل موارد البلد، كل صفقات نعم. البلد، سوف كل وظائف البلد، أعود إليك كل أستاذ سجون محمد أمين. البلد، وكل توشيعات أيضا. نعم. إذا المنتدى عندما يخلق كتلة قادرة على أن تخلق توازنا مع السلطة نعم، في هذه النقطة وصلت نجحت، الفكرة. هناك نجاحات وهنا أخرى أسألك أستاذ وقطاعات مصطفى، كثيرة عليه. ما أشرت إليه قبل قليل من أن المنتدى يعاني من خلافات داخلية أو شيء من هذا القبيل، الأستاذ محمد رميني يرى عكس ذلك، يرى أن المنتدى من ضمن نجاحاته أو بين النجاحات التي حقق هي التماسك الداخلي. اسمح لي، عنوان الحلقة كان تباين وجهات النظر داخل نعم، هو المنتدى. كذلك. هذا يجب هو أن نركز عليه، لكن الأخ محمد لمين ذهب إلى أمور أخرى سياسية أبعد من ذلك. أنا في اعتقادي من ما يتحدث عنه محمد لمين فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية وزعيم المعارضة، هذا كله من المنتدى. الآن النظام، خلينا نحكي بصراحة، نكون منصفين، النظام الآن لا يملك زعيم المعارضة ولا هو يملك، اسمح لي اسمح لي عقليا هو اسمح لا لي يمكن ان اسمح يملك لي اسمح لي لا لا اسمح زعيم لي اسمح المعارضه، لي لانه لا زعيم لا المعارضه لا ينتمي يمكن ان يكون زعيم من المعارضة. النظام. زعيم المعارضة عضو بارز وحزبه حزب قيادي في منتدى الوحدة والديمقراطية، تأسس وأسس المنتدى وشارك في الانتخابات وله 16 نائب ولا 18 نائب في البرلمان. هذا هو اللي يحكي عنه محمد لمين، هذا يقول لك هو اللي يتعلق بالمنتدى. هل تريد على ان تقول من خلال هذا ان على هذا ملمح على او جزء من على أي حال المنتدى هو يتحدث عن تماسك المنتدى. انا لا اعتقد بان المنتدى متماسك الى حد ما، الى حد ما 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 وقع مظاهر عدم ما التماسك وقع ما وقع سأبرهن على ذلك، سأبرهن على ذلك. ولعل محمد لمين هو الامين التنفيذي المساعد يعلم ذلك جيدا. عندما قرر حزب حماد أن ينضم إلى المنتدى باركت كل الأحزاب الموجودة والمنطوية تحت حزب المنتدى. اسمح لي، تمام. حزب حمام، حزب حمام نعم. عندما طلب أن يكون عضوا في المنتدى باركت كل الأحزاب المنطوية تحت المنتدى إلا حزب إناد وحده رفض ذلك، وبالتالي حرم حمام من الانضمام إلى المنتدى. لأن المادة رقم 13 داخل النظام السياسي المنتدى تقول كل قرار يجب أن يكون تكون إجماع، بالإجماع نعم. إجماع، وهذا لم يحدث أخيرا عندما رفضت ثلاثة أحزاب أن يذهب المنتدى إلى لقاء من يمسك ملف الحوار عن 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 عن, عن ممثل للنظام. لكن والآن يتحدث، اسمح لي، والآن يتحدث أن المنتدى حقق وحقق وحقق. أنا لا أعتقد، لا أريد أن معاذ الله أن نكون أقول المنتدى لا، لكن نحن نقرأ الساحة، علينا أن نكون منصفين، نقرأ الساحة. الآن ويتحدث عن انتخابات تشريعية، الانتخابات التشريعية مرت، الانتخابات الرئاسية فاز الرئيس وكانت المشاركة بغالبية الموريتانيين، والخاسر الأكبر كان المنتدى. الخاسر الأكبر من كل الانتخابات هذا حسب رأي كان الآخرين، كان ليس حسب كان رأي المنتدى. المنتدى لماذا؟ لأنه ترك المقعد الشاغر في السياسة. لكن لا هو يوجد، لا يعتبر لا بضرر يوجد، هذا لا يوجد أنه خاسر في هذه في الحالة. السياسة لا يوجد مقعد شاغر، وبالتالي عندما شارك حزب تواصل في الانتخابات التشريعية وفي والبلدية وفاز بمقاعد في البرلمان وببلديات في داخل الوطن، أعتقد بأن الأمر، لكن هذا قبل المنتدى، هذا في عهد المنسقيه والمنتدى لا تشكل لا بعد هذا كامل، الانتخابات هذا كامل، هذا كامل، هذا الان اقول لك، انا اقول لك المنسقيه لن ليست هي المنتدى، لن 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 هذا الحوار اهم الاحزاب اللي كانت مصره وليس هذا سياسه، هي تنظر الى مصالحها شخصيه. حزب تواصل كان من الاحزاب التي تصر، لان 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 حزب تواصل الان يعني أعتقد بأن حزب تواصل الآن يرى الأمر من زاوية أخرى، هو زعيما للمعارضة
المؤسسة المعارضة، اسمح لي، المؤسسة المعارضة، مؤسسة الديمقراطية المعارضة الآن المنتدى لا يعترف بها، ورغم ذلك الحزب الذي ينتمي إليه الشخصية التي تمثل المؤسسة الديمقراطية هو أساسي ومكون لمنتدى المعارضة. نعم، والديمقراطية الوحدة. هذه تناقضات ضريبة، هذه تناقضات ضريبة. إذا نطرح المواطن على الأستاذ محمد الموريتاني، أستاذ محمد الأمين، أنا نوضح، اسمح لي، كثير نوضحون الفكرة وصلت وأصبحت واضحة، هذه السياسة تتجه إلى محمد الأمين. أستاذ محمد الأمين، الآن في المنتدى البعض يتحدث عن كترتين أو ليس فقط مجرد حديث، هناك بيانات تصدر باسم المنتدى وطرف آخر من المنتدى يضم ثلاثة أحزاب يناقض هذه البيانات، ما الذي يدل عليه ذلك؟ هل نحن أمام منتدى متماسك أم إيه؟ تعطيني فرصة لوضح النقطة بكل تفصيل وتعود بس واضحة للجميع، ما فهم خلافات، ما فهم شيء أكبر من قدو، أنا اللي موضح حالك بهذا الشكل. نعم. هناك أولا هي هناك رسالة عند الوزير الأمين العام للرئاسة، وسيرد عليها بواحد من احتمالين، إما أن يرفض رد مكتوب، المنتدى كله سينسحب على الحوار، إما أن يقبل بالرد مكتوب، التكتل والأحزاب الأخرى ستدخل لأنها كانت تطالب بالرد مكتوب. إذا هذه المسألة التي تلاحظ الآن ستنتهي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، تنتهي مع الرد الحكومة. إذا رفضت الحكومة الرد مكتوب فإن كل المنتدى سيذهب مع التكتل، وإذا قبلتها فإن التكتل أيضا سيذهب مع المنتدى لأنه يطالب بالرد مكتوب. الخلاف الذي وقع في قضية إشرائية وصعوبة أيضا حتى تصبح واضحة للجميع. يقول الأخ بأن قرارات المنتدى إجماعية، لكن نريد توضيح هذه النقطة، النقطة بالذات توضح حتى تتضح للجميع. هو الخلاف كان قال التكتل وحزبين معه قالوا أنهم هم مستعدين لقاء الوزير للأمين العام للرئاسة وأن هذه القضية تستحق إجماع، قال المنتدى الثاني أن هذه القضية ما تستحق إجماع، وهذه اختلافات وسائل لهم بينها. الناس اللي مشات شور 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 الوزير الأمين العام للرئاسة مشات على أساس أن بعد مشاورات انتخابات 7 سبتمبر وبعد رسالتين من الوزير الأول للمنتدى قانو طلب من السلطة توقف ذاك المسار، وأنه على استعداد لاستئناف اللقاءات من أجل تمهيد الحوار، معناها أن قضية بالنسبة له ما تستحق إجماع فتوافق عليها. اللي يستحق إجماع هو رفض لقاء الوزير الأمين العام للرئاسة، وضعت هذا الرأي. ثانيا من أعراف المنتدى أن الرئيس المنتدى كان يلقي وزير الأمين عام للرئاسة بدون استشارة الأقطاب، الشيخ سيد أحمد البابا من أول الرئيس كان يلتقي دون أن يسترعي الأقطاب. التكتل والأحزاب الأخرى رأت بأن هذه القضية تستحق أن تناقش وتستحق أن تعرض ويستحق أن يحدث عليه إجماع. إذن هي مسائل إجرائية، لكن المهم في الخلاصة بأن هذه الخلافات في وجهة النظر على قضية إجرائية وستنتهي قريبا. نعم. إما بواحد من احتمالين. وصلت الفكرة. بقية لدينا دقيقة واحدة. أستاذ الدقيقة سأكملها. لا تكملها لدي. سأكملها بالآتي. لكن كان الأمر عادي من هذه النقطة محمد كان الأمر عادي لا يومين ستتبين نقطة جوهرية للمواطنين والمشاهدين. تفضل. إذا كان الأمر ما يتحدث عنه محمد الأمين بكل هذه البساطة، لماذا المنتدى يعقد 6 جلسات وهذه الجلسات الست كلها تفشل، وبعد فشل هذه الجلسات لإقناع التكتل وإناد وحزب الطلايع كون لجنة ثلاثية من الرؤساء الثلاث، رئيس المنتدى يحيى والواقف الوقت انتهى ومحظور بالتاح لتذهب الى التكتل لإقناعه، ومع ذلك رفض التكتل. نعم وصلت. ومع ذلك رفض التكتل ورفض الأحزاب، وبعد ذلك هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد التي ناقشنا فيها تباين وجهات النظر داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من لقاء الوزير الأمين العام للرئاسة ملايول محمد الأغلف ومستقبل ذلك على المنتدى. في نهاية هذه الحلقة نجدد الشكر لضيفينا الكريمين، الأستاذ محمد الأمين ولي الفاضل قيادي في المنتدى، والأستاذ المصطفى محمد محمود كاتب صحفي. إليكم تحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.